نجم تركيا الأول جانسل آلشين مراد في بائعة الورد تميز بتنويعاته ما بين الكوميدي والدراما واشتهر بأدواره الرومانسية مراد في بائعة الورد في لقاء خاص الحياة تركي جانسل آلشين اهلا بيك ومنورنا على تلفزيون الحياة خلصها لهالبنت خلصها ما عرفت شو بدي اقول لها مراد في بائعة الورد انا كنت بفرنسا عم مثل كتير يعني كوميديا اكتر او يعني الرجل الشرير ما توقعتش ان الشخصية الرومانسية دي ممكن تورينا حاجة كوميدي كنت بتمنى هذا الشيء كتير كون لاعب كرة قدم منيح يعني كنت بدي اشتغلهم كمهنة فترة الستينات ليه دايما بتحب النوعية دي من المسلسلات يعني انا علقت هنيك بالخمسينات والستينات وما عم بقدر اجي على 2013 بالظاهر ما بعرف الشنب ده عامل ايه مع مراته في سؤال تاني عندك سؤال تاني احرجتني بصراحة حبيناك على التلفزيون من خلال المسلسلات لكن كمان حبيناك اكتر من خلال الحوار ده شكرا لك كتير جانسل آلشين مراد في بائعة الورد مع سالي شاهين في الحياة تركي الليلة 11 مساء على الحياة